الكلام اللي كاين دابا متعلق مثلا من بين التحديات اللي كيلقاوها الشباب هو انه الطريق ديال الفاحشه والحرام، حيت حنا دابا مسلمين وكنهضروا كمسلمين، لاننا ناقشوا كماشي مسلمين، هذا ماشي تخصص ديالي وما كنفهمش ليه. الطريق ديال الفاحشه ولا سهل، بل كيزيدوا قلبوا ان قانونيا يركزوا ويأصلوا لطريق الفاحشه. طريق الحلال فيه تأمرة. مثال عارف هذه كي قلت لك حنا خدمتنا نجبدوا شي شويه الصداع، ملي كيتكلموا على مصطلح عليه بزواج القاصرات، ياك وانه هذا الرجل هذا تزوج بواحد الفتاه قاصر، اللي كتسمع قاصر بيني وبينكم تصور ليماج الصوره اللي عندك انت، لو هذا الرجل تزوج بواحد الفتاه قاصر شنو الصوره اللي عندك؟ فهمتيني انت كتشوفها، فهمتيني كتخيلوا، فهمتيني راجل يعني اكبر من او يساوي انا يعني شارف، فهمتيني وغجيبها من دارهم باقا لابسه الطابليه ودايره قرينات، فهمتيني ودايره واحد الشكاره وهو جايبه غادي يجيبها باغي غادي نتزوج بك الى اخره. هذا هو التصور اللي كيعطيك على فتاه قاصر. وشنو هو السن القانوني دابا ديال الزواج؟ 18 سنه. جميل، واخا اللي عنده 17 عام ونص قانونيا لا، السلطه التقديريه قاسي كيجروا باغيين يحيدوها، تاهي السلطة التقديرية تيا باغيين يحيدوها. لا خلي على زعما إلا كانت فوق 18 عام ما خاصش الموافقة ديال الولي. أيما امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل. نقطة للصدر. وكنحاولوا نقجوا القول الفقهي ديال الأحناف أو للحنفية. القول الفقهي ديال الحنفية اش تيقولوا فيه؟ تيقول لك أن المرأة إلا كانت راشدة وبعقلها ووازنة يمكن أن تزوج نفسها بدون ولي. هذاك القول ديال الفقهي ديال الإمام حنيفة رحمه الله. لكن اللي كيمقصوه ما تيقولوش هو أن القول الفقهي ديال الإمام حنيفة رحمه الله تيقول لك لكن إذا اعترض الولي اعتراضا شرعيا على ذلك الزواج يفسخ الزواج. هذه والله ما يقولوها لك. وغيمقص منه الأولى. الإمام أبو حنيفة كيقول لك أنه في العدالة يعني في الشهادة على الزواج خاص شاهدين عدلين، لما كانوا جوج رجال تيقول لك ممكن يكونوا جوج العيالات، لكن أبو حنيفة رحمه الله في مذهبه كان الحنفية يشترطون إلا غيكونوا جوج العيالات يكون معاهم راجل. هما يقول لك جوج العيالات بل أقبح منه، ولو كيخرج مع مسيدي البرلمان يقول لك ديك شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين وكذا، نقاش خاوي. كلام سيدي ربي ولا نقاش خاوي. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.